جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: أرجو قراءة هذا السؤال لكي لا أتقدم خطوة إلا وأنا أعلم الحكم الشرعي، فقد جلست قبل شهرين مع أحد المشايخ وسألته عن حكم الجهاد فقال لي: واجب لمن استطاع إليه، ولم يمنعه شيء. يقول: وقبل أسبوع جلست إلى أحدهم فقال لي: اتبع أمر كبيركم وأعلمكم، فبماذا تجيبون جزاكم الله خيرا؟ هذا أجبنا عنه قريبا، هذا السؤال أجبنا عنه قريبا منذ دقيقة أو دقيقتين، وأن هذا من صلاحيات ولي الأمر أن تحت رعيه وتحت ولي أمر، فلا يجب عليك جهاد إلا إذا نظم الجهاد وقاده ولي الأمر وأمر به ووافق والداك على ذلك. نعم.